أكبر، مشيرا إلى أن التمرد ربما لم ينتهي بعد. إعلان أردوغان جاء في خطاب له أمام القصر الرئاسي في أعقاب اجتماع استمر نحو 5 ساعات لمجلس الأمن القومي والحكومة. اتخذنا قرارا بتوصية الحكومة بإعلان حالة الطوارئ طبقا للمادة 120 من الدستور للقضاء سريعا على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة التمرد الفاشلة. أعضاء المجلس الوطني عملوا بالتوصية وقرروا إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. وتقوم الحكومة التركية بعمليات توقيف وإقالة وتعليق مهام شملت أكثر من 55,000 تركي، خصوصا في مجالات التعليم والشرطة والجيش والإعلام. القرار السريع لإعلان حالة الطوارئ وصفه أردوغان بأنه جاء بهدف الحفاظ على الدولة وترسيخ الديمقراطية. ولم ينسى أردوغان من مغازلة الشعب التركي قائلا: إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية تقوم أطياف الشعب بأكملها في إفشال تمرد عسكري قادته مجموعة من الخونة. وتوضيحا للموقف نفى أردوغان أن يكون الجيش هو الجهة التي ستدير شؤون البلاد خلال فترة الطوارئ، مؤكدا على استمرار الحكومة في عملها الذي يبدو أنه سيركز في تلك الفترة على تطهير البلاد وأجهزتها مما تصفه بالخونة والخائنين. كانت عملية التمرد التي امتدت من ليل الجمعة إلى السبت الماضيين قد خلفت أكثر من 300 قتيل وإشاعة حالة من الفوضى تعرض فيها مقر البرلمان والشرطة للقصف. أكد الأمين العام لحلف شمال أطلنطية ناتو يينس ستولتنبرغ أكد أن حملة التطهير التي استهدفت الجيش التركي في عقاب محاولة التمرد الفاشلة لم تضعف القوات المسلحة التركية، معربا عن أمله في أن تتماشى ردة الفعل الحكومية التركية مع قيم الحلف. تصريحاته جاءت على هامش اجتماع دول التحالف الدولي لمحاربة داعش في واشنطن، حيث أشار أمين حلف ناتو إلى أن تركيا لديها قوات مسلحة ضخمة ومحترفة وستستمر كشريك ملتزم وقوي في هذا الحلف العسكري. وينضم إلينا من أنقرة الأستاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب الأهرام هناك. أستاذ سيد، يعني اليوم تصعيد آخر من جانب أردوغان في هذه الاعتقالات التي جرت للقضاء، وفي نفس الوقت تصريحات من رئيس حلف شمال أطلنطي تقول أن حملة التطهير لا تضر بمستوى القوات المسلحة التركية. ما رأيك في هذه التصريحات؟ ألو. نعم أستاذ سيد، هل تسمعني؟ مساء الخير يا أستاذ الصدام. مساء الخير أستاذ سيد. أكرر السؤال، يعني حينما يصرح رئيس حلف شمال أطلنطي أن حملة التطهير والاعتقالات التي جرت في الجيش التركي لن تضعف القوات المسلحة التركية، بماذا نفسر هذا التصريح في ظل تصريحات أخرى من دول في الاتحاد الأوروبي تتخوف من الإجراءات التي يقوم بها أردوغان؟ هو طبعا تصريحات اللي هو الامين العام للحلف الناتو دي ممكن يبقى فهمها من طبيعه الحال، تركيا ما زالت عضو حلف الناتو، وان التصريحات دي نوع من الطمأنه او يعني نوع من الايحاء بالطمأنه او ان هم يعني يتمنوا ان يكون ده سليم. وبطبيعه الحال ان الجيش طبعا الجيش التركي قوي، وان هو لم يضعفه من الناحيه الفنيه والعسكريه، لكن هو الجانب النفسي هو ده الاخطر في الموضوع. يعني مفيش شك ان العمليات اللي هي كانت ايه تركت اضرارها السلبيه على نفسيه الجند التركي، دي حاجه يعني بالتاكيد قلبيه يعني تمام، وانه هيبقى في وقت لتقيل تجاوز هذا الامر كمان. ادي نمره واحده. الحاجه الثانيه طبعا ان هو حاله الطوارئ اللي هي مفروض او اللي تم سريانها اعتبارها من اليوم دي طبعا هتكون ليها تداعيات سلبيه، لانه هي اصلا هي الاجراءات اللي تمت في وقف الناس عن العمل وفي اقصاء واعتقالات طبعا معظمها بيتم خارج القانون. طيب حينما يصرح وزير العدل التركي بانه تمديد حاله الطوارئ تاتي لمنع تكرار وقوع انقلابات اخرى مثل ما حدث في الجمعه الماضيه، هذا التصريح من وزير العدل هل هو كافي لتبرير تصرفات اردوغان بالنسبه للمواطن التركي؟ لا، هو طبعا اللي هي هيك هو في قلق وفي هاجس لدى اردوغان نفسه للامانه، يعني لدى اردوغان عنده فوبيا دلوقتي، لانه ايه الضامن ان ما يكونش في محاوله انقلاب ثانيه؟
تمام. وبعدين حتى لو هو الفوبيا دي مش موجوده هو للاحاء برضه للشعب التركي ان في خطر موجود، علشان كده هو دعوته ان الناس تتجمدوا في قلب الميادين. يعني هو امبارح بالليل اتكلم للجماهير من خلال اللي هو القمر الصناعي وكلمه من انقره، وكان الكلام موجه للتجمعات اللي موجوده في الاستانبول في اسطنبول وموجوده في قزلان. يعني هو لسه لحد النهارده الناس دي بدعوه من الحكومه هو الاستمرار بالتواجد في الشارع تحسبا من اي محاوله انقلابيه ثانيه. لانه الجرح اللي اصيب بالجندي في تركيا نتيجه المهانه اللي اتحصلت على الجنود وكده دي طبعا ممكن تخوف ناس وممكن تكون. طيب سؤال، نعم سؤال اخير استاذ سيد، يعني وجود المواطنين الاتراك في الشارع حتى هذه اللحظه هل يعتبره اردوغان يعني شيكا على بياض كما يقال، او هو تأييد شرعي وقوفا وراء ما يقوم به؟ لا ما هو طبعا هو بيعتبر ده يعني بس، لكن هو التجمعات دي على فكره التجمعات بدات يعني هي التجمعات هي اصلا ضعيفه اصلا يعني حكايه الخشوب والالات والقصص دي طبعا الكلام ده ليست صحيحه. طيب شكرا جزيلا لك الاستاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب جريده الاهرام في انقره. ومن الشأن التركي نتحول إلى الملف السوري، حيث أعلنت الخارجية الروسية عن عقد اجتماع يضم مسؤولين روسيين وأمريكيين إضافة إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف لبحث الأزمة السورية. من ناحية أخرى أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم منح مهلة لمقاتلي تنظيم داعش لمدة 48 ساعة لمغادرة معقلهم والخروج أحياء من مدينة منبج بشمال سوريا. يتهدف الوقت الذي نفى في رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وجود معلومات لديه تؤكد مسؤولية طائرات بلاده عن الهجوم الذي اتهمتها الخارجية السورية بتنفيذه في محيط مدينة منبج وأسفر عن مقتل نحو 56 مدنيا. قتل 43 مدنيا على الأقل بينهم 11 طفلا اليوم، وذلك في عمليات قصف نفذها بمعظمها الجيش السوري على مناطق تسيطر عليها المعارضة، كما قتل أيضا 12 جنديا بالجيش السوري من بينهم قائد مجموعة من خلال تفجير سيارة مفخخة واشتباكات بمنطقة كنسبة في ريف اللاذقية. وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش النظامي عندما قام مقاتلو المعارضة بتفجير نفق في حي العقبة بمدينة حلب. ردا على صدور تقارير عن مقتل عشرات المدنيين السوريين في ضربات جوية حول مدينة منبج شمال البلاد، دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى وقف قرارات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا. رئيس الائتلاف أنس العبدة دعا إلى التعليق الفوري لعمليات التحالف العسكرية في سوريا ليتسنى التحقيق المستفيض في هذه الحوادث، مشيرا إلى أن مثل هذه الجرائم تمثل أداة تجنيد لصالح المنظمات الإرهابية. كانت تقارير حقوقية قد ذكرت أن 56 مدنيا قتلوا في غارات جوية شمالية منبج، وذلك غداة الإعلان عن مقتل 21 مدنيا في شمال المدينة التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي. من جهة أخرى فجر مقاتل المعارضة السورية نفقا في حي العقبة بحلب ما أسفر عن مقتل عناصر من القوات الحكومية، وتمكن المقاتلون من السيطرة على مباني حكومية تقع على محور سوق الهال وفرع المرور، إضافة إلى محاصرة مجموعتين من القوات الحكومية حيث أسروا عناصر منهم وقتلوا آخرين في حي المشارقة. كذلك تمكن مقاتل المعارضة من التسلل إلى فرع حزب البعث بالقرب من ساحة سعد الله الجبري، وقاموا بتفجير عبوة ناسفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية والميليشيات التابعة له في المنطقة، وذلك بالتزامن مع غارات الطيران الحربي على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل أنيل الأخبار زميل لقاء شحاذة. لقاء، ماذا عن تطورات الأوضاع على الصعيد الميداني من خلال متابعتك هناك؟ نعم، بعد التحية لكم وكذلك للمشاهدين. أولا من قبيل التصريح أن الذين لقوا حقهم في الضربة الجوية هو العدد فرق 250 مدنيا في بلدة دخار شمالي شرقي منبج. 52 وليس 43. 250 ضحية، هذا هو الحد الأدنى حتى اللحظة، لأن هناك 250 وبيدت هناك حوالي
وهناك 8 عائلات أبيدت بالكامل. نعم. بكامل أسرارها، الأب والأم وأسرار الأسرة، إضافة إلى أن هناك مفقودين وهم تحت الرقام، والأوضاع يعني سيئة للغاية، حتى أنهم لم يستطيعوا إخراج الجثث، أو منهم ربما أحياء هذا الرقام. هذا بخصوص المجرى في بلدة دخار شمالي شرق منبج. أما بخصوص الأحداث الميدانية أيضا، جرات التنظيمات المسلحة نفقاً طويلاً بجانب سوق الحال في مدينة حلب. أشكرك الزميل للقاء شحادة مراسل النيل للأخبار من دمشق، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. نتحول إلى تطورات الملف العراقي، حيث أفادت قيادة عملية الأنبار غربي العراق بمقتل 7 مسلحين من تنظيم داعش في قصف شنته طائرة التحالف الدولي على معاقل التنظيم في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. أوضح مصدر في قيادة عملية الأنبار أن الغارات دمرت مخزنا للأسلحة تابعا لتنظيم شمال الرمادي. كان 10 مسلحين من تنظيم داعش قد قتلوا بالأمس خلال قصف جوي لسلاح الجو العراقي غرب محافظة الأنبار. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن نجاح مؤتمر دعم العراق الذي عقد في واشنطن في جمع 2 ملياري دولار لمساعدة العراقيين في مجالات المساعدة الإنسانية المختلفة، وفي مجال نزع الألغام وتحقيق الاستقرار بصورة فورية وتعزيز التعافي في العراق على المدى الطويل. قال كيري خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال هذا المؤتمر، قال إن الولايات المتحدة والدول المشاركة في المؤتمر تعهدوا بتقديم مئات الملايين من الدولارات. المتابع ينضم إلينا من بغداد مراسل أنيل تحسين طه. تحسين، كيف تبدو مبدئيا الأوضاع في الأنبار الآن بعد قصف قوات التحالف لهذه المنطقة؟ نعم، أهلا بك زميلتي وأهلا بمشاهدينا الكرام. حقيقة القوات الأمنية العراقية أيضا هي ما تزال موجودة وماسكة الأرض مع توجيه الضربات المستمرة تقريبا يوميا. هناك ضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي لمجموعة من الأهداف المنتخبة من قبل القوات الأمنية، وبالتنسيق مع القوات الأمنية أيضا بعض الأهداف يتم القوات التحالف بمعلومات عن تجمعات المسلحين وقصف هذه المناطق. المعلومات الأهم والأبرز بأن العمليات المرتقبة في الأنبار هي سوف تكون في مناطق 3 مهمة، ويعني ليست بعيدة عن بعضها البعض، وهي طبعا أقضية كاملة وهي راوة وعانة والقان. هذه المناطق 3 فيها نشاطات وفيها تواجد جماعة داعش الإرهابية، وبالتالي لابد من تحرير هذه المناطق 3 المهمة في مدينة الرمادي، يعني راوة وعانة والقائم، وبالتالي فإنها أيضا ليست بعيدة عن بعضها عن البعض، ممكن أن تكون هناك عملية واحدة تشمل هذه المناطق 3، لكن قد يعقبها ضربات جوية مكثفة، وبالتالي ثم يكون هناك تحضير على الأرض للتقدم، لا سيما أننا نتسيطر على مناطق قريبة منها كهيف والرمادي. وبالتالي فإن العمليات المرتقبة قد تتركز في هذه المناطق. وأيضا التركيز على قضية الشفاط التي هي يعني من أهم القضية الكبيرة في صلاح الدين التي تصبت جغرافيا مع الرمادي أو مع الأنبار، والسيطرة عليها لكي يكون هناك إحكام للمنطقة وعدم وصول إمدادات أو ما شابه من الجماعات المسلحة بين مناطق. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل أنيل تحسين طه. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث بدأت قوات الجيش اليمني والمقاومة في مديرية حرض عملية عسكرية كبيرة لتحرير المدينة والمناطق المحيطة بها، وذلك في محافظة حجة شمال غرب اليمن الحدودية مع السعودية. وشاركت طائرات التحالف العربي في العملية، حيث قصفت آليات عسكرية لميليشيات الحوثيين وصالح في مفرق المجبر ووادي بن عبد الله بحرد، بالإضافة إلى مواقع لهم في مديرية ميدي الساحلية المجاورة، بينما قصفت مدفعية الجيش مواقع المتمردين بالتزامن مع العملية العسكرية واسعة النطاق. حددت دولة الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما لأطراف النزاع اليمني المشاركين في مشاورات السلام. قال نائب وزير الخارجية الكويتي إن بلاده أكدت اعتذارها عن مواصلة استضافتها للمشاورات بعد هذه المهلة. يأتي الموقف الكويتي في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي النزاع في المشاورات التي لم تحقق حتى الآن تقدما يذكر، وخلال الأشهر الماضية يشار إلى أن المشاورات كانت قد استؤنفت السبت الماضي بعد تعليقها لنحو 2 أسبوع خلال عطلة عيد الفطر، حيث أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد